مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الفترة النقاشية الصباحية ضمن هذه الفترة الإخبارية أيضا غرفة الأخبار. إذا سنسلط الضوء في هذا العدد من فقرة النقاش ونثري هذا النقاش حول مخرجات أشغال الطبعة الرابعة لمنتدى الشباب الإفريقي التي احتضنته الجزائر بولاية وهران طيلة 4 أيام وبمشاركة أكثر من 500 شاب وشابة مشاركين ومن 55 دولة من القارة السمراء. للحديث أكثر عن أفكار هذا المنتدى وعن البيان الختامي والمخرجات والتوصيات والدور الذي لعبه أيضا المجلس الأعلى للشباب الذي كان حاضرا وشريك قوي بطبيعة الحال في هذا المنتدى في طبعتها الرابعة والتي احتضنته ولاية وهران، نسعد باستضافة إذن أماني لبيض عضو بالمجلس الأعلى للشباب. أهلا بك وصباح الخير وشكرا لك على تلبية الدعوة. أيضا صباح الخير لك ولكل مشاهدي قناة البلاد وشكرا على الدعوة. شكرا لك على تلبية الدعوة. أيضا بداية دعينا نتكلم في البداية ربما عن أبرز الخطوط أو أبرز النقاط والخطوط العريضة التي تناولها والأفكار التي تداولها وتم مناقشتها في هذا المنتدى في طبعتها الرابعة واحتضنتها ولاية وهران. أولا موضوع هذا العام كان هو التعليم في إفريقيا وكيف للتعليم أن يكون مواكب للقرن 21، ولكن أهم من ذلك كان هو كيف للتعليم أن يكون مواكب للكونتكست على القارة الإفريقية وكيف له أن يلبي حاجيات الشباب الإفريقي. طبعا. كنا تحدثنا على مجموعة من المواضيع المتشعبة جدا لأنه كان عندنا 4 أيام في المنتدى وتحدثنا على التشغيل، المقاولاتية، الصحة والرفاه، التعليم، مشاركة الشباب في الحياة العامة إلى غير ذلك. دونك الأكبر من ذلك أنه هذا المنتدى كان فرصة للشباب على أنهم يتلاقوا ويتشاركوا الأفكار، كان فضاء لهذا الشباب الإفريقي الذي لطالما نظن غاب الشباب الإفريقي على فضاءات تسمح له بالتبادل، وإن التمسنا في عديد من الشباب الإفريقي أنهم كانوا أولا فرحانين بأنه الجزائر استضافت هذا المنتدى لغياب شباب الجزائر في الساحة الإفريقية لسنوات، ثم ثانيا كانوا فرحانين لأنه كانت عندنا فرصة كشباب إفريقي في تبادل الأفكار، في أن أولا نسمعوا صوتنا في القارة الإفريقية ونسمعوا صوتنا للعالم. إذا وكانت أيضا فرصة للاحتفاء بهذا التنوع اللي كان في القارة الإفريقية، واللي رغم هذا التنوع الكبير حسينا كثيرا بالتوافق ما بيننا كشباب في القارة الإفريقية. حتى الشباب الجزائري كانت عنده الفرصة أنه يحس نفسه إفريقي، لأنه نظن أنه عديد الشباب الإفريقي كانوا يحسوا بأنه هذا كان انطباع عندهم، كانوا يحسوا بأنه الشاب الجزائري منقطع عن القارة الإفريقية، لكن الواقع مختلف كثيرا. وكنت قلت هذا في واحد من الجلسات النقاشية، يفطن شاب الجزائري كل يوم ويحس بأنه إفريقي، وهذا وش سينا نوصله لكل شباب اللي كان مشارك في المنتدى. نعم ربما أماني بما أنكم يعني كنتم على احتكاك مباشر مع الشباب، لما نقول يعني مشاركة 500 شاب وشابة من 55 دولة إفريقية كان احتكاك مباشر يعني على أرض الواقع في الميدان. أنت ذكرتي نقطة مهمة وهي غياب هذا الشاب من الساحة الإفريقية وصنع القرار أيضا، ربما من خلال احتكاككم ما هي أسباب غياب أو دعنا نقول تغييب هذا الشاب من الساحة الإفريقية؟ ظن أنه كان عدد من الأشياء اللي خلات الشاب يكون غائب. أولا جائحة كورونا اللي خلتنا على الأقل 4 سنوات نكون مغيبين عن الساحة، ولكن الموضوع أعمق من ذلك. ظن أنه اليوم في القارة الإفريقية صار awakening اللي نقول له استيقاظ من طرف الشاب الإفريقي باش يخلي كل ما له علاقة بشاب عنده علاقة بالكونتكست الإفريقي حقا، لأنه لطالما كانوا يجيبونا أفكار غربية يحطوها لنا في القارة الإفريقية ويستناو من الشاب الإفريقي على أنه يتواكب ويتوازى مع هذه الأفكار. ولكن إحنا عندنا واقع خاص بنا كشباب إفريقي، نقدروا اليوم أولا نفكروا، نقدروا نكسبريميو أفكارنا، نقدروا نبدع، نقدروا، وهذا الشيء اللي شفناه في كل المشاركين اللي كانوا حاضرين في المنتدى. إذا نظن باللي
كما قلت it's an era of awakening، هذا عصر استيقاظ الشباب الإفريقي. والجميل والأجمل من ذلك هو أنه الجزائر هي اللي استضافت هذا الاستيقاظ الإفريقي للشباب. وفيما يتعلق بالجزائر، نظن أنه السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لما أعطى الفرصة للمجلس الأعلى للشباب أيضا أعطى الفرصة للمجلس الأعلى للشباب على أنه يكون متواجد في الساحة الدولية، وكان دائما ما يحثنا على نعملوا على أن نعملوا على دبلوماسية شبابية، وهذا واش رانا نعملوا عليه في المجلس. كان بدا لربما بخطوات ثقيلة لما كنا نشاركوا في مختلف المحافل، خطوات مدروسة أكيد بطبيعة الحال. أكيد بطبيعة الحال لما كنا نشاركوا في مختلف المحافل الدولية، ولكن هذه المرة لا يخفى على الجميع لأنه لما طلبوا منا على أن نشاركوا لأنه ترشحت عديد الدول لاستضافة هذا المنتدى، رجعنا عليهم في 48 ساعة بأنه الجزائر تريد استضافة المنتدى. كانت خطوة كبيرة، وكان أيضا ملف تحدي ربما ورهان أيضا. نعم، وكان ملف ترشح كان صعب جدا على أن نكون مترشحين مع 14 دولة إفريقية باش في الأخر الجزائر هي اللي تفوز باستضافة هذا المنتدى. وأيضا فزنا باستضافة هذا المنتدى 20 يوم قبل المنتدى، فقط يعني فترة هذا قصيرة. كان وقت قياسي لتنظيم منتدى دولي. ظن أنه الجميع لما كنا نقول لهم باللي نظمنا في 20 يوم كانوا يقولون من المستحيل. حتى اللجنة التنظيمية اللي جات من الاتحاد الإفريقي انبهروا بالمستوى تاع التنظيم تاع الدولة الجزائرية. ونحت نخص بالذكر سيد ولي ولاية وهران اللي وقف معنا وقفة كبيرة، لهذا نقول بأن الجزائر في الحقيقة عندها صح رجالها، بأن الدولة الجزائرية صحرا هي واجدة باش تستضيف مثل هذه المحافل الدولية إفريقية وحتى محافل عالمية للشباب. نعم، أنت ذكرتي أنه كان تحدي وتم رفع الرهان في استضافة مثل هذا المنتدى في طبعتها الرابعة بالجزائر، وبحسب التعابير والأقاويل لأنه تم أو هذه الطبعة الرابعة نجحت في الجزائر بنجاح يعني متميز. ربما ما المميز وما الذي ميز هذه الطبعة التي تم استضافتها في الجزائر وخصيصا في ولاية وهران؟ قلت أنه العدد من شباب لربما لما نكون جزائرية راح يكون جوابي شوية متحيز، ولكن كنت نحكي لك قبل ما نبدأ المباشر على أنه العديد من الشباب كانوا يبعثوا لنا رسائل اليوم صباحا باش يقولوا لنا أولا كرم استضافة الإنسان الجزائري على المستوى الإنساني، لأنه الشاب الجزائري كريم بطبعه ويحاول يخلي الإنسان كريم معروف بكرامته يعني كريم. وفي هذه الأمور يعني لما يكون ضيوف في الجزائر سواء من القارة الإفريقية أو من خارج القارة الإفريقية راح يكون سخي وكذلك كريم بطبيعة الحال. نعم، كان هذا أول شيء. ثم ثانيا ولاية وهران الجميلة، لأنه العديد كان يعرف على الجزائر لكن كان يعرفوا فقط الجزائر العاصمة. وهذا هو الشيء اللي دائما احنا في المجلس الأعلى للشباب نحاولوا نخليه الشباب يشوفوا سواء كان في الجزائر أو خارج الجزائر، وهو تنقل إلى ولايات أخرى باش يشوفوا بأنه الجزائر ثرية بسياحتها بثقافتها بتاريخها. ثم ثالثا كنا تحدثنا لهم على أول نوفمبر اللي هو بالنسبة للشباب الإفريقي يوم الشباب الإفريقي، ولكن بالنسبة للجزائر هو ذكرى الثورة المجيدة واللي كان من خلاله الشباب الإفريقي تعرف على كيفاش هاد الجزائر بعد سنوات قليلة من استقلالها وقدرت توصل النهوض وتنهض إلى ما هي عليه اليوم، وقدر أنها يكون عندها شباب قادر على استضافة هكذا منتديات. ثم الشيء الثالث اللي يميز هذه الطبعة وهو التام تاع الطبعة اللي هو التعليم. نتكلموا على هذا ربما الشعار، هذا الشعار أكيد له خصوصية وله رمزية. تعليم إفريقي يواكب القرن 21 بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل لمدى الحياة وعالية الجودة وملائم للقارة الإفريقية. ربما تم التركيز وكان ربما محور التعليم رئيسي في هذا المنتدى وفي هذه الطبعة. ربما ما علاقة هذا الاهتمام بالتعليم ويعني بالموازاة مواكبة القرن 21 والنهوض بالقارة الإفريقية أيضا؟
رح نبدأ من نهاية شعار، وهو أنه يكون ملائم للواقع الإفريقي، لأنه لما تحدثنا قبل قليل على أن كنا نستورد الأنظمة التعليمية لسنوات طويلة، حسينا بأنه الواقع العمل اللي رانا نخرجوا له كشباب إفريقي لا يتوازى مع الأنظمة التعليمية اللي كنا نتعلموها، لأنه الجاب الفراغ اللي كان بيننا وبين أوروبا أو أمريكا يعني ثغرة كبيرة كنا نحس لها. إذا اليوم نعمل كدول الاتحاد الإفريقي على أن نلائم هذه الأنظمة التعليمية لواقع الشباب، وأيضا نلائمها للعصر اللي رانا نعيش فيه. وعلى هذا لربما تشوفي جهود الدولة الجزائرية وجهود مختلف الدول في أننا نعمل على تشغيل الانتربرونيا إلى غير ذلك، باش يكونوا اكزاكتومون باش يكونوا هاد الانظمه التعليميه مواكبه لسوق العمل، وباش لما الشاب يكمل مع سوق العمل يعني وهو كذلك. لانه اليوم نشوفوا باللي العديد من الشباب يدرسوا اختصاصات في الجامعات، ثم لما يواجه سوق العمل يغير تماما اختصاص الدراسه، وتحس باللي السنوات اللي درسها كانت هباء منثورا ان صح القول. فاليوم واش نعملوا عليه هو اولا ان نلائموا هذه الاختصاصات الجامعيه مع واقع الشباب، وايضا نعملوا على اللايف لونج ليرنينغ، واللي هو كيفاش يقدر الشاب حتى لما يغادر الجامعه والاوساط الدراسيه يقدر دائما يكمل في تطوير ذاته عن طريق انظمه تعليميه اكسترا كيريكولار خارج حيطان الجامعه والمدرسه الجامعي. اكزاكتومون بالطبع. ربما كنت ذكرتي في البدايه انه اعتدنا انه يتم ربما نقل افكار غربيه تجسيدها في القاره الافريقيه، ويصبح انه الشاب الافريقي يسعى لمواكبه وانه يتوافق مع هذه الافكار الغربيه، حتى انه شاهدنا في جانب اخر الا وهو يعني والجزائر تكافح فيه الا وهو الهجرة غير شرعية لأوروبا والجانب الشمالي دعينا نقول من خلال هذا المنتدى، ربما وكأنه يقول اليوم لا للهجرة غير الشرعية، التمسك بالأراضي الإفريقية، التمسك بالقارة السمراء والنهوض بالقارة السمراء بسواعد شبابها أيضا. لما الشاب الإفريقي يشعر بالانتماء للقارة الإفريقية ينتهي هذا المشكل، ونظن بأنه هذا هو أكثر شيء لازم نركز عليه اليوم، وهو شعورنا بالانتماء لأوطاننا، شعورنا بالانتماء لهذه القارة. ثم لما يتحسن واقع الشاب في قارته ويحس باللي راه عايش واقع أحسن، بالطبع راح يقعد في بلاده، وبالطبع راح يكون مساهم في بناء وطنه. فنظن أنه لما نحس الشاب بالانتماء، لما نحسنه من وضع الشاب، ولما نخليه الشاب يشوف بأنه الجانب الآخر مختلف كثيرا على ما يعيشه في واقعه، لأنه لطالما شفنا باللي العالم الغربي هو عالم مثالي باللي هو ما نطمح له كشباب، ولكن لما يروحوا الشباب راح يصادفوا واقع مختلف تماما، راح يصادفوا العنصرية، راح يصادفوا الاختلاف في الأنظمة التعليمية، راح يصادفوا الاختلاف في الأفكار بالطبع. وحتى هذاك الاندماج لما يكون ما راحش يكون عنده طعم، لأنه لي فالور تاعنا القيم تاعنا الإفريقية تختلف كثيرا على القيم الأخرى. هذا لا يدل على أننا نقول أن القارة الإفريقية غير منفتحة على العولمة، بالعكس بالعكس تماما، ننفتح على العولمة، نأخذ من العالم الغربي ما يفيدنا، نشارك مع العالم الغربي ما هو الجدير بالمشاركة بالطبع، ولكن نعمل على انتمائنا للقارة الإفريقية وعلى بناء هذه القارة الإفريقية بالطبع. نعم، لو نتحدث أيضا بما أنك تكلمت أنه هنالك ربما مشكل انتماء، وذكرت أنه اليوم بحسب كلامك أنه الشاب الإفريقي له احتياجات، من خلال احتكاككم ربما ما هي أبرز احتياجات الشاب الإفريقي اليوم التي يجب تحقيقها وخلق هذا الجو الملائم والمناخ الملائم لبقائه في القارة الإفريقية؟ راح نقولها باللغة الإنجليزية people need to be heard، واللي هي أنه الشاب يريد أن يسمع صوته، وهذا ما قمنا به في هذا المنتدى الإفريقي. لما الشاب يحس بأنه السلطات العليا تسمع صوته
كشاب راح نظن انه تتحل جميع المشاكل، لانه اولا هذا الشاب راح يكون مساهم في صناعه القرار، ومن احسن من الشباب معرفه بواقع الشباب. وهذا ما عجب عدد من الشباب الافريقي في تجربه المجلس الاعلى للشباب اللي كان شريك في تنظيم هذا النشاط، وهو انه الشاب الجزائري اليوم يسمع صوته في الدوله الجزائريه. ونتمنى انه كل دول الاتحاد الافريقي تبدا تسمع لي يا شباب، ونتمنى ايضا انه تكون عندنا عدد من المحافل الدوليه كما هذه اللي هي فضاءات تسمح للشباب بانه يساهم في صناعه القرار، لانه هذا المنتدى يدخل في صلب مساهمه الشباب في صناعه القرار من خلال مشاركه افكارهم، من خلال مشاركه ابداعاتهم، من خلال اسماع صوتهم للدول الاتحاد الافريقي، واللي هو مساهمه في تغيير واقعنا كشباب افريقي بطريقه او باخرى. نعم، الحدث البارز أيضا في هذا المنتدى المنظم في الجزائر في ولاية واران، ألا وهو مبادرة الاتحاد الإفريقي 1 مليون المستوى القادم، التي انضمت له الجزائر أيضا رسميا. وربما لو تعرفينا أكثر بمعنى ربما والمقصود من مبادرة الاتحاد الإفريقي مليون مستوى المستوى القادم، والتي انضمت الجزائر يعني مباشرة ورسميا لهذه المبادرة. إذا أولا راح نبدأ من ميثاق الشباب الإفريقي، واللي هو ميثاق منبثق عن أجندة إفريقيا 2063، واللي يتحدث على واقع جديد للشباب الإفريقي، وكيف يمكن لنا كاتحاد إفريقي تحسين واقع هذا الشباب، واللي يتحدث على سياسات وطنية للشباب تطور من واقع الشباب. للجزائر نظن ماشي تبقته ب 100% ولكن ب 120%، واخر ما كان فيه هو تاسيس المجالس الوطنيه للشباب، وبالطبع الجزائر اسست المجلس الاعلى للشباب، اللي هو ايضا كانوا يشوفوا فيه ان اكزومبل بارفي اكزومبلير في القاره الافريقيه، اذا مثال يحتذى به، لانه طبق ما كان في ميثاق الشباب الإفريقي وأكثر من ذلك، لأنه مجلسنا ينتمي مباشرة للسيد رئيس الجمهورية، إذن أفكار الشباب الجزائري بالطبع أفكار الشباب الجزائري تسمع من أعلى سلطة في البلاد، يوجد فيه المساواة بين المناصفة ما بين الرجال والنساء 50-50%، اللي هو شيء يبهر القارة الإفريقية لما نتحدث عليه إلى غير ذلك. إذا ميثاق الشباب الإفريقي واحد من مخرجاته كانت الـ 1 مليون نكست ليفل إنيشيتيف، واللي هي مبادرة باش نوصلوا لأكثر من 300 مليون شاب إفريقي بالفرص، بمختلف الفرص، واللي نشوفوا اليوم باللي الدولة الجزائرية اصلا بدات تعمل عليه، وعلى هذه اللي انضمينا ليه لما كنا تواصلنا مع السيد وزير الشباب والرياضه، قال بالطبع لانه احنا في الاس سي بيرو كنا اصلا موافقين على هذا الامر وبدينا العمل على هذا الامر. وزاره المؤسسات الناشئه تعمل على تطوير واقع الشباب الافريقي من خلال الوصول اليهم بالفرص، وزاره الشباب والرياضه تعمل على تطوير الشباب الافريقي من خلال الوصول اليهم بالفرص، واخرها هي المؤسسات الاستشاريه اللي اليوم حتى المجلس الاعلى للشباب يعمل على الوصول الى الشباب الافريقي ايصالهم الفرص. واخص بالذكر وزاره التعليم العالي ايضا اللي تفتح للشباب الافريقي، ولربما الشباب الجزائري والشباب الافريقي لا يعلم بذلك، اللي تفتح لهم مبادره ستادي ان الجيريا بروجرام، واللي هي سكولرشيب تعطيها للشباب الافريقي فولي فاندد، يعني الشاب الافريقي يقدر يجي الى الجزائر للدراسه مجانا تمنح لاكثر من 500 الف شاب افريقي سنويا. ولدينا حقيقه وافدين من القاره الافريقيه ودول الافريقيه والجيران ايضا والدول الجوار يدرسون ويتمدرسون أيضا في الجامعات الجزائرية ومقيمين أيضا في الجزائر. دعينا نتكلم ربما عن القيمة الإيجابية والقيمة المضافة والفائدة من انضمام الجزائر لهذه المبادرة الإفريقية 1 مليون، هذه المبادرة ربما فائدة منها، القيمة المضافة التي ستعطيها هذه المبادرة. نظن بانه في هذا العصر اللي نعيشوا فيه سي اون ايغ دالترويزم، يعني هي اون ايغ وين الشباب اصبح معطاء، والشباب هو اللي قادر على انه يغير من واقع الشاب الاخر، واللي هو يدخل في صلب سياسه الدوله الجزائريه، واللي هو اشراك الشباب في
في حل مشاكل الشباب وفي إيصال آراء الشباب إلى غير ذلك. لهذا نظن بأنه لو شيفر تاع 300 مليون شاب ما كانش كبير على الدولة الجزائرية، كان سهل لأنه الدولة الجزائرية تثق في شبابها، تثق في أنه حتى الشباب وليس فقط السلطات العليا، حتى الشباب قادرين يوصلوا لأن شيفر باغي. بلكش واحد من أهم الأشياء اللي قادر يزيدنا هو أنه الجزائر تنفسي بزاف في القارة الإفريقية، تحط بزاف ديزافور في القارة الإفريقية، وهذا راح يزيد يقوينا على المستوى الدولي دبلوماسيا، راح تكون مكانة الجزائر أكبر، لأنه الدولة الجزائرية تعمل كثيرا على مكانتها في المحافل الدولية، فهذا راح يكون وتعول اليوم على شبابها أيضا بالطبع، لأنه في السابق ما كانش الحديث على دبلوماسية شبابية، لكن اليوم كان الحديث ربما على الدبلوماسية الشعبية، لكن اليوم الدبلوماسية الشبابية تعود إلى الواجهة في الدولة الجزائرية. ونظن بأنه هذا التعويل على شباب الجزائري في الدبلوماسية الشبابية قرار صائب جدا، لأنه الشباب عنده تأثير كبير سواء كان ذلك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي واللي هو الأسهل من ذلك، أو كان ذلك على مستوى مختلف المحافل الدولية والنشاطات اللي تنظم في الجزائر أو خارج الجزائر. نعم، لكن بالموازاة التحدي الكبير أماني، ألا وهو استعادة الثقة بين الشعب سواء الجزائري أو الإفريقي مع السلطات العليا في البلاد أيضا وحتى السلطات المحلية. هذا ما نعانيه اليوم، يعني حقيقة رئيس الجمهورية والحكومة تسعى جاهدة لكسب الشعب الجزائري لتغيير ربما تلك المعطيات والمصطلحات التي اعتدنا عليها في سنوات قد مضت والتهميش الذي عاناه الشعب. اليوم نعول على الشعب الجزائري، لكن ربما التحدي كما قلت والرهان اليوم هو استعادة تلك الثقة بين الشاب والمسؤول وخاصة السلطات. بالطبع هي لما جاء المجلس الأعلى للشباب كان هذا دائما خطابنا للشباب الجزائري، أنه ما كانش تغيير يحدث بين ليلة وضحاها. كشباب نفهم معنى تروما اللي تكون في شاب سواء كانت في الأسرة أو في المجتمع أو حتى علاقته بالدولة، وهذا ما هو حدث اليوم في المجتمع الجزائري. التغيير راح يكون خطوة بخطوة، لما الشاب يبدأ يشوف بأنه في الحقيقة صح كاين تغيير وكاين توازي بين أقوال السلطات العليا في البلاد وبين أفعالها، يحس فعلا بأنه هاد الثقة اللي بينه وبين السلطات العليا في البلاد تم إعادة استرجاعها. فنظن بأنه اليوم رانا نشهد التفاف كبير حول المجلس الأعلى للشباب، وهذا إن دل على شيء يدل على بداية استعادة هذه الثقة. ولكن عمرنا ولا نخرجوا في وسائل التواصل الاجتماعي أو في التلفزيون ونقولوا بأنه 100% شباب الجزائر يثق في السلطة، من المستحيل أن يكون ذلك في غضون 5 سنوات أو 6 سنوات. حيكون تناقض، يعني حيكون تناقض كبير، وراح يكون هذا التناقض يصب في فقدان الشباب لهذه الثقة. إذن نقولوا بأنه it's gonna take time، راح تكون خطوات صغيرة مدروسة إن شاء الله، وبرب إن شاء الله لما لا هذا الشاب هو الذي يساهم في استعادة هذه الثقة، لأنه في الأخير من هي السلطات العليا في البلاد؟ اليوم سيد رئيس الجمهورية والإرادة السياسية تعول على الشباب كسلطة عليا في البلاد، والشباب هو اللي راهو حامل المشعل. إذا من هي السلطات العليا في البلاد؟ هو الشباب. ولما يكون الشاب هذا قد الثقة، ولما يكون الشاب هذا على باله واش كان عايش هو ويحاول يعاود يرفليتي واش كان عايش هو للشباب يعني الجزائري، راح يعاود يستعيد الثقه. ونعاود نقول بانه اعضاء المجلس الاعلى للشباب هم ابناء الشعب الجزائري، ابناء الولايه 58، ما جيناش من ابناء وزراء، ما جيناش من ابناء اطارات في الدوله، جينا من ابناء الشعب الجزائري، تم انتخابنا من الشباب الجزائري. اذا نحن التمثيل الحقيقي للشباب الجزائري، وعلى هذا نظن بانه استعاده الثقه ليست بالبعيده. نعم، دعينا نتكلم أماني الأبيض عن ربما توصيات ومخرجات ربما والبيان الختامي المنبثق عن هذا المنتدى في طبعته الرابعة، ربما أهم وأبرز البنود، بنود البيان الختامي وكذا التوصيات. أولا جميل في هذا البيان الختامي هو أنه موجه
لدول الاتحاد الافريقي، واللي هو وسيله باش نقولوا للشباب اللي كان حاضر انه هذوك 4 ايام اللي كانوا متعبه وكان فيها العديد من نقاط النقاش الى غير ذلك، راح يروح مباشره الى دول الاتحاد الافريقي وسيتم اخذه بعين الاعتبار. كان مبني حول التعليم، التشغيل، المقاولاتيه، الصحه والرفاه، البيس اند سيكيورتي، الامن، والصحة النفسية إلى غير، يعني كان مبني حول أهم المواضيع اللي عندها علاقة بالشباب. كنا تحدثنا على كيف لدول الاتحاد الإفريقي على أنها تلائم لي بروغرام كيريكولير لواقع الشباب أولا، ثم تحدثنا على كيف يجدر الاهتمام بالصحة النفسية للشباب اليوم، وكيف نظن باللي، وهذا رأي شخصي ورأي مجتمع اجتمع عليه شباب في المنتدى، على أنه حان الوقت باش نهتموا بالصحة النفسية للشباب اللي يعاني مخلفات الاستعمار، يعاني مخلفات تاريخه، وكيف يمكن لهذا الاهتمام انه ينهض بشباب القاره الافريقيه. في البيس اند سيكيورتي كنا تحدثنا على كيف للشباب هو نفسه ان يساهم في بناء الامن والسلم في اوطانه. في التشغيل والمقاولاتيه كنا تحدثنا على كيف للشباب نفسه انه يلقى فرص للشغل وانه هو يكون خلاق لفرص الشغل، وكيف لدول الاتحاد الافريقي على انها تخلق فرص لهذا الشباب، وكيف لهم ايضا انهم يستفادوا من الدول اللي كانت عندها خبره في هذا المجالات، يعني الدول الرائده في هذا المجال اكزاكتومون، مثل الجزائر، ساوث افريكا الى غير ذلك. نظن بانه البيان كان طويل، ندعو الجميع على انه يتوجه يعني الى هو الصفحة. مجموعه من المقترحات التي يرجى من دول الاتحاد الافريقي اعتمادها يعني كورقه طريق وخارطه طريق للنهوض بالشباب الافريقي. نعم، وندعو جميع المجاهدين على انهم يتوجهوا الى صفحه على فيسبوك او انستغرام اللي هي البان افريكان يوث فورم للاطلاع على هذا البيان. نظن بانه كان بيان قوي، كان بيان يدل على انه هاد الشباب لما جاوا في هاد 4 ايام جاوا للعمل، جاوا لانه باش يغيروا واقع الشباب في القاره الافريقيه، وحتى لما لو بدا التغيير في بلادهم على انهم يدفعوا بهذا التغيير باش نزيدوا نلحقوا ان شاء الله لاعلى المراتب كشباب افريقي. قبل قليل اماني تكلمتي انه المجلس الاعلى للشباب وبكم انتم اعضاء هذا المجلس الاعلى للشباب من خلال احتكاككم بالشباب الافريقي من خيره الدول الإفريقية، بطبيعة الحال كنتم تطرقتم لذكرى الثورة المجيدة، ذكرى 70، تحدثتم عن ما عاشه الثوار، قصة استقلال الجزائر، هذه القصة الملهمة هي بمثابة مثال للتحرر. هل تم تداول أيضا في السياق القضية، ربما القضية الفلسطينية، وهل بما أنها هي قضية جوهرية، قضية الأمة ومن القضايا العادلة التي ترافع من أجلها الجزائر دبلوماسية، وأنت تتكلمي عن الدبلوماسية الشبابية، وهل تم التطرق أيضا للقضية الصحراوية؟ ربما القضية الفلسطينية هي معروفة اليوم في العالم وعادت بقوة، لكن ربما القضية الصحراوية هي معتم عليها ربما قليل، خاصة في الدول الإفريقية ليس لهم العلم الكافي أو الدراية الكافية بالقضية الصحراوية. إذا ربما في البرنامج الرسمي لم يتم التطرق للقضية الفلسطينية والصحراوية، لأنه البرنامج كان مسطر من مسطر طرف طبعاً. الاتحاد الإفريقي، لكن الشباب الجزائري والشباب الحاضر عاملة على أنه القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية يكونوا حاضرين، سواء كان ذلك عن طريق الإعلام، عن طريق الشعارات، عن طريق لو موتالوغي، يعني كيفاش قدرنا كشباب نوصلوا للناس واقع الشعب الفلسطيني وواقع الشعب الصحراوي. ولم لو يعودوا الناس يشوفوا الصور اللي كانت في المنتدى راح يشوفوا أعلام الصحراء الغربية وأعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية حاضرة، يعني الزي الفلسطيني حاضر. نعم، سواء كان ذلك من الشباب الجزائري أو من كل شباب القارة الإفريقية. كنت شفت العديد من الشباب من القارة السمراء، من عمق القارة السمراء، لابسين الكوفية وعارفين وشنو هي القضية الفلسطينية، فكان هذا جميل جدا على أن نشوفه. إن دل على شيء يدل على كيفاش مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفاش الشباب الجزائري اليوم أصبح عنده، الشباب الإفريقي والشباب العالمي أصبح عنده كلمة مسموعة على المستوى الدولي، وعلى أنه
مهما اعتموا إعلاميا، مهما اعتموا على واقع القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، سيبقى الشباب حاملا لشعلة، وواعي لهذه القضيتين بالطبع، سيبقى الشباب حاملا لشعلة ورسالة هذه البلدان، وراح يوصلها إلى أبعد مكان. ونتمنى لأن نشوفوا احتفالات دولية أو ملتقيات دولية قادمة، وإن تكون الدولة الفلسطينية أو دولة الصحراء الغربية حاضرين بطريقة رسمية وبطريقة تحمي كرامة الشعب الفلسطيني وتحمي كرامة الشعب الصحراوي. نعم، ربما كسؤال أخير، بما أنه ظفرت الجزائر بتنظيم هذا الحدث ونجحت أيضا بسواعد شبابها وسواعد المجلس الأعلى للشباب، هل من برامج، هل من مبادرات أخرى يسعى المجلس الأعلى للشباب لتنظيمها ربما في هذا السياق بعد حصاد هذا النجاح المتميز لهذا الحدث الدولي؟ إذا كانت هذه بداية تنظيمنا للملتقيات الدولية، ولكن نظن بأنه راح ندموا العديد من الملتقيات الدولية قريبا. كان السيد رئيس المجلس تكلم على أن نريد تنظيم ملتقى دولي في سنة 2025 للصحراء الغربية، واللي هو إن شاء الله راح يكون ربما النشاط القادم لنا على المستوى الدولي، ولكن نظن بأنه العديد من النشاطات سيتم رسم خارطة الطريق. كنت نسيت باش نتكلم على حدث جانبي صرا، واللي كان هو اجتماع مختلف رؤساء المجالس الدولية في القارة الإفريقية، ترأسه السيد مصطفى حداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب، اللي انبثقت عنه شبكة لمختلف هذه المجالس الدولية، واللي راح يجتمعوا قريبا في الجزائر، واللي لربما يخرج بشبكة رسمية لمختلف المجالس الشبابية الإفريقية. دونك نظن بأنه هذه تدل على انه العديد من النشاطات الدوليه راهي قادمه ان شاء الله، والقادم افضل بحول الله. شكرا جزيلا لك، سعدت باستضافتك اماني لبيض، عضو بالمجلس الاعلى للشباب. شكرا لك على حضورك معنا في هذه الفتره النقاشيه الصباحيه ضمن غرفه الاخبار، وكل التوفيق لكم وللمجلس الاعلى للشباب. شكرا لك، ندي الفرصة باش نقول شكرا جزيلا لكل الشباب الذين ساهموا في تنظيم هذا النشاط. دائما ما نختتم بكلمة للشباب الجزائري، ولكن هذه المرة نخص كلمة للشباب المتطوع اللي كان حاضر معنا في النشاط واللي عملوا على إنجاح هذا النشاط، اللي هما طلبة النوادي الجامعية، طلبة شباب متطوعين في شبكة المتطوعين، شباب دكاترة إلى غير ذلك. إذا كل الشباب الجزائري اللي التف حول هذا النشاط وسعى على انه يساهم في انجاح هذا النشاط، نقول بلي هاد الشباب ما رقدوش 9 ايام وخدموا على انه الدوله الجزائريه يرفرف علمها عاليا، فنقول لهم شكرا 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 جزيلا لهم. نعم، والشكر موصول لك، يعني مستقبل القاره السمراء هو بيد شبابها القائد، هذه حقيقه. شكرا جزيلا لك اماني الابيض، وشكر موصول لكم انتم متابعي ومشاهدي قناه البلاد. الى هنا نصل واياكم الى ختام هذه الفتره النقاشيه صباحية ضمن غرفة الأخبار. باقي المحطات الإخبارية مستمرة ومتواصلة، لكن بطبيعة الحال بعد هذا الفاصل.